حبيت المحله والمحله كويس وشعب المحله كله كويس. انا اللي اراقبت على نفسي راقب المنعمه اديته لنفسي. انا عمري ما هسيب التاكسي ده طول ما انا عايش وهبسط الناس لحد دلوقتي لحد بكره لحد بعد السنه الجايه عمري ما اقدر امنع النعناع. انا عايز اعمل حاجه ديت مبدا واحبها. واي واحد في الدنيا لو حب شغلته هينجح، ما حبش شغلته مش هينجح. لو حسبتها هتعب. انا سايبها لله وتسيب اي حاجه لله تنجح. عملتها من حوالي 30 سنة. بدأت الناس تحبها وبدأت الناس تركب معايا. عملتها بريحة حلوة والناس بتخش العربية بتبقى مبسوطة. وأهم من دول دول الأمانة. أهم حاجة أمانة العيال، أمانة الحريم. الواحدة من دول بتبقى راكبة مع جوزها العربية وتحييك تقول لك إزيك يا أفندينا. ما تتكسفش من جوزها. اتجوزت وخلفت عم المنعنع ده. زي أخوها زي حاجة واحد من العيلة يعني. اهم حاجه عملته في حياتي. واحلى خلي بالك ده الاسم دي مال برضه. واي واحد يستمنى الشهره بس الشهره النظيفه والشهره المحترمه. تكلفه النعناع هي غاليه بس انا اهم حاجه ما دخلش الفلوس ولا النعناع. انا اهم حاجه عند الناس ابسط الناس انبساط الناس هو كل شيء. لا عمري ما دخلت على الاجره. تكلفه النعناع كانت ايام زمان كانت رخيصه طبعا دلوقتي غالية بس بجيبه. المفروض اجيب كل يوم بس هو الصيف بيتمنع شوية. التكاتك اول ما طلعت اثرت على شغلي طبعا. وانا في الاول انا ما بحقدش عليهم. انا عاوز امشي جنبهم اكل عيش جنبهم. يعني هم ماشيين في مناطق المفروض ما يمشيش فيه. انا ما اقول لهمش ما يشتغلوش. هم عندهم عيال وعاوزين ياكلوا زي ما انا عاوز اكل. بس سيب لي شارع امشي فيه. وهم كلهم بيحبوني وكلهم عارفيني. وانا عمري ما حكبت على تخ. بس احنا بنقول الحكومه برضه تتدخل عشان ناكل عيش زي ما هم بياكلوا عيش برضه. احنا لا ولا ما عارفين نرخص ولا عارفين نعمل اي حاجه ولا عارفين نعمل حاجه في حياتنا. تاكسي المحله كان اغلى تاكسي في الجمهوريه. تاكسي المحله دلوقتي ما عادش ليه بتاع بالخرده. تاكسي المحله ملوش شغل. احنا عايزين نشتغل. وانا ما بحكيتش عليهم مش بقول ما تشيلهمش. لا نشتغل جنبه وناكل عيش جنبه.